كان ليا شرف ان انا حضرت حرب اكتوبر المجيد، ودخلت الجيش 72 وطلعت 77، والحمد لله كان ليا شرف ان انا فعلا حضرت هذه الحرب المجيده اللي هي رده الكرامه لكل العرب، رده الكرامه لكل عربي موجود في الدنيا. وللعلم حتى الان اللي كانوا بيتنططوا ويقول لك هذا الخط لا يقهر، قهرناه، ان احنا اسود مصر فعلا ورجال مصر. كل التحية لرجال القوات المسلحة، كل التحية لشهداء مصر الأبرار وبجنة الخلد بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل التحية لكل أم سيد فمصرنا الحبيبة. أتذكر بطل كان في طبعا أثناء الاقتحام، كان بطل، كان في بطل اسمه يوسف، بس أتذكر اسمه يوسف إيه أو يوسف فريد تقريبا. في خندق، فطلع من الخندق بيبص كده لقى اتنين إسرائيليين فعلا واقفين، فتصرف تصرف الهي سبحانه، ذكاء فطنه وذكاء المصريين. مسك علبه زي بعلبه الفول كده على اساس انها قنبله يدويه، فبيعمل لهم كده، رموا الاسلحه فعلا، فربنا سبحانه وتعالى ضرب الاثنين قتلهم فعلا. الحاجه الثانيه ان صوره الحروب فعلا، ويعتبر يطلق عليه الشهيد الحي البطل اسماعيل بيومي، ده فقد كتير من جسده، ورغم ذلك صمم وزاره الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر وزاره في المستشفى وخبر سيادتك، وصمم ان لازم يرجع الجبهه رغم كل الاصابات دي كلها، وفعلا رجع الجبهه وضرب فعلا دبابتين. الحاجه الثالثه اللي انا كنت عايز اتذكرها، سياده النقيب المرحوم محسن البستاوي، ده كان معايا فعلا في الأدبية، ولما كان موجود أنا ذاك قائد الأدبية، قائدي نادر دياب، وطبعا توفى رحمة الله، رحمة الله عليه، كان راجل شهم فعلا وحضر حرب أكتوبر، ونتمنى له جنة رضوان إن شاء الله، وربنا صبانا سبحانه وتعالى، لأن فراق الأبطال صعب 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 جدا لما تفارق بطل حضر معاك وذكريات جامده. وكان ليا الفخر، ليا الفخر وكل الفخر، اللي انا فعلا لازم اتكلم عن ابطالي، ولازم اتكلم عن كل بطل من الابطال اللي كانوا معانا، وانا بعتز جدا وكل لحظه بالمرحوم الحاج احمد ادريس، لان الراجل ده فعلا كان قريب مني جدا وقبل سيادتك، وكان هو مفتاح النصر، لان فعلا هي الشفره النوبيه دي هي مفتاح النصر. تحيه للشهداء وتحيه للابطال، ومش هنسى البطل محمد خاطر، ده فريد عبد الجابر طبعا، والبطل سمير نوح اللي هو المجموعه 39، واللواء ممدوح ابو النجا طبعا وخبر سيادتك، ده اللي كان ماسك المنطقه الشماليه طبعا وحضر حرب اكتوبر، وكان ليه اهداف سياسيه في الحفاظ على نقط معينه واماكن معينه، السد العالي وغيره 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 وغيره. ربنا يديهم الصحه جميعا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل الفخر والتحية للرئيس دولتنا اللي أنقذ مصر، الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية وقائد التعمير، واللمسة الحانية لكل أم شهيد منه، لأن بصراحة مش سايب أبدا الشهداء وأمهات الشهداء، ربنا يبارك له ويديه الصحة ويحفظه. وطبعا الدولة يعني مش نسيانا برضه، كرمتنا معالي دولة الوزيرة الدكتورة الفاضلة إناس عبد الدايم، وكان تكرمنا في القاهرة، وحصلت على درع فعلا الحمد لله الثقافة، وكان تكريم ممتاز جدا لينا، وربنا يخلي بلدنا. وبقول كمان مرة يا شبابنا، خلي بالكم من مصر، خلي بالكم الوطن، تراب مصر ذهب والله، مهما تغربنا مهما تغربنا، والله لو جوعنا برضو كفاية شم هوانا في قلب بلدنا ما بنتغربش. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا الشرطة، وتحيا الجيش، وتحيا القوات المسلحة يا فندم. أكتوبر، قبل القصيدة ديت بحب أوجه بكل الفخر لقارة البحرية القبطان سمير نوح، وسيادة اللواء نبيل عبد الوهاب، واللواء عمر عز الدين، والقبطان علي عبد الجليل. دول طبعا أبطال البحرية، ودول زمايلي كلهم، رفيق السلاح والكفاح، دول الرفقاء بتوعي، لازم اشكرهم وخبر سيادتك. وفي اللواء، سياده اللواء ممدوح ابو النجا، وربطه اكتوبر المستشار ابراهيم عبد الله اسكندريه وخبر سيادتك. اللي انا عايز اقوله، اكتوبر يا مجيد يومك كان عيد،
في كلابس ابطالنا طوب جديد، وكان الطيران في السماء نغمه نشيد. ابطالنا يوم عبورهم عبروا الضلمه بنورهم، واسود على الكون تسود، وسما بتحضن نصورهم. الفرحه تمت والسرور عدلينا بعد رجوع ارضك يا سينا، حلم حياتنا نور ليالينا، هنفضل العمر فاكرين ما نسينا، رمل غالي جوه قلوبنا بيدفينا، سينا يا سينا. بقول لشباب مصر كله، احنا سينا تروت بدمنا، سينا شافت ابطال وشافت اسود، حافظوا على مصر، حافظوا على مصر، لان اللي مسك مصر دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمره ويديه الصحه، الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، بندعي له بالصحه والعافيه، قائد التنميه وقائد التعمير، ربنا يبارك في عمره ويديه الصحه. دي حقيقه فعلا، وبقول للشباب حافظوا على تراب مصر، احنا رايحين وهنقابل رب كريم، وكنا نتمنى الشهاده في هذا الموضوع، انما كل شيء مقدر ومكتوب. اللي انا عايز اقوله ان مصر بلدنا هي العون، مصر بلدنا حضاره الكون، مصر أصالة علوم وفنون، عايشة في قلبي بحب جنون. انت يا مصر أب وأم لكل حبيب، ولأولادك حضن وضم هلال وصليب، ولأولادك حضن وضم هلال وصليب. كل الشكر للشرطة المصرية، كل الشكر للرئيس دولتنا ربنا يحميه ويحفظه ويحرسه، كل الشكر لقارة الجيش الكرام، كل الشكر للأبطال، والحمد لله سينا بخير وهتفضل بخير، ومصر هتقوم الدنيا. مصر يعني في دمنا وحبنا، ومهما تغربنا لازم نرجع لأرضها. عندنا بطل من الأبطال، دي كانت حقيقة واقعية فعلا، ساعة العبور يعني دي شهادة حق. والله احنا شفنا نور في السماء، والله شفنا نور أبيض في السماء، رغم الدمار ورغم النيران شفنا نور أبيض في السماء، وده كان توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة الله أكبر أنا عندي إحساس إن كان في ملائكة فعلا ساعة العبور، ده حقيقة فعلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى كان معانا وكنا صايمين. وبعدين شهر رمضان ده شهر الانتصارات، شهر رمضان ده شهر الانتصارات، وشهر عيد الأم، وتحية لكل أم شهيد، وبقول لها اسم الحنان من اسمك، والورد عبيره من حسنك، ونور الفجر من نورك يا اجمل نور. في الصبح اصحى على صوتي يقول لي قوم يا منايا قوم يا ضنايا، وبعد ما اصحى ابص جنبي الاقي صورتك في المرايه، سنوات طويله حسيت بعطفك ومنان حبك دفء وحنايا، من غيرك انت يشبع ظمايا ويشيل همومي ويحمل اسايا، سنوات طويله حسيت بعطفك ومنان حبك دفء وحنايا، دفء وحنايا. بالنسبه للانسان اللي ما بيعرفش قيمة وطنه، ولا التراب اللي بيمشي عليه، ولا البلد اللي شرب من نيلها، لازم يعرف كويس ان مصر دي ام الدنيا كلها، وهتفضل ام الدنيا زي ما قال سيادة الرئيس. انا كنت كتبت قصيدة ايام الدوشة اللي كانت بتحصل ديت على الارهاب، فبقول فيها ايه؟ يا زهرة في البستان بتنادي يا انسان، احنا في شارع الغاب ولا الطمع غلاب، غاب الامان يا بشر، طب ليه الجحود انتشر؟ طب ليه نخون الوطن ونزيد عليه المحن؟ اذا كنا اولى بيه خلي قلوبكم عليه، ارهابكم مش مقبول خارج عن المعقول، فين الشعور يا ناس؟ ما عادش فيه احساس، رصاص غدار وقاسي لطخ ورق كراسي، ليه نهدم في الحضاره للدنيا كانت مناره، تعيش يا مصر لينا توق النجاه للسفينه، لحد ما توصلي بر الامان بينا، بر الأمان بينا، بر الأمان بينا.